تكون موجة أخرى؟ أي تو حسب التأشيرات سورتو نتاع تحاليل البي سي آر اللي قاعدين يجيونا، لا ليست قاعدة بشوية بشوية تطلع. وفما سيغمون اون سانكيام فاغ حسب لي ستاتيستيك فان سبتمبر ديبي اكتوبر، اخر سبتمبر اوائل اكتوبر. ويلزمنا كالعاده معناها بروتوكول صحي، نغسلوا يدينا، نبعدوا على بعضنا، البافيت في اي مكان، مش على خاطر تقول اني لقحت الدوزه الاولى ولا حتى الدوزه الثانيه معناها سي بون مش باش تجيني الكوفيد، باش تجي، اما ان شاء الله معناها حالات خفيفه. خاطر جاي القرايه رونتري سكولير ونيفرسيتير، صحيح نوصي العباد الكل معناها ديستونساسيون، التباعد الجسدي قد ما نجم، واقل كونتاكت معناها هذاك هو نفس التلقيح بيان سور. الطلبه والتلاميذ الكل بيان سور يتبعوا البروتوكول الصحي، البافيت ما تتنحاش، التباعد في الخطوف المواصلات خاطر باش يرجعوا يقراوا دوك الكيران الواجيت لي فوي يونيفرسيتي الكل. ونشجع لي جون يلقحوا، يفو فاكسيني لو ماكسيموم، معناتها مش اون فاكسين حسب رايي، مش كان الطلبه بركه حتى التلامذه، ماذا بينا لو كان التلامذه يلقحوا زاده سسخي بيان. فماش خطوره على التلقيح الصغار؟ لا فماش خطوره على التلقيح الصغار، لازم يلقحوا، معناتها هذاك الحل، هذاك حسب رايي احسن حاجه باش نبداو سيغ، حتى كان جينا موجه تجي خفيفه. سينو انا محاضرين وكا هو عرفت، وفما مشكله راهو احنا حاضرين ما عندنا تو بريسك عامين، فما ارهاق راهو. دونك ان شاء الله فما ارهاق كبير، ان شاء الله نكون ان شاء الله تجي موجه خفيفه الحقيقه. ان شاء الله ربي يطول عايشك.